قتل 4 أشخاص داخل محكمة في مدينة ميلان والإيطالية، أحدهما قاض والآخر محام، فيما جرح 2 آخران برصاص أطلقه شخص في لحظة غضب وصف بأنه متابع قضائيا في قضية إفلاس غير قانوني لشركة اتصالات. 3 لقوا حتفهم بطلقات الرصاص، والرابع توفي بسكتة قلبية. كلاوديو جارديلو القاتل تمكن من الفرار على متن دراجة نارية قبل القبض عليه. كان هناك هذا الشخص الملقى على الأرض المسكين، لم يكن عمره يتجاوز 20 عاما، والذي أصيب في صدره، قد يكون تأثر برصاصة طائشة. ومحامي السيد جارديلو ذاته نظر إلي وقال: توجد جثتان أخريان على الأرض بجانب قفص الاتهام. كلاوديو جارديلو الذي كان يرتدي بدلة وربطة عنق أطلق النار عشوائيا داخل المؤسسة القضائية قبل أن يتحصن بسلاحه في أحدى طوابقها، ليتمكن بعدها من التسلل إلى خارج البناية ويلوذ بالفرار على متن دراجة نارية. الشرطة التي طوقت المحكمة لاحقته ونجحت في اعتقاله شمال شرق المدينة حسب وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو.